ناس صباح عيط لي واحد الدري ولد الدرب قال لي راه مات. جيت كنجري انا وياه، جينا هنا لقينا كيف العاده لقينا الدار ولا الدرب الناس مجموعين، ما عرفناش فهمتيني، ما عرفناش كيفاش هاد السيد هذا، حيت حنا عارفين عليه انه مزيان مع الناس. لا ما عرفتوش انا انتحر، انا ديك الساعه فاش جيت مع حتى من بعد انا ما كنتش عارف ديك الساعه انتحر. حتى ملي قالوا لي السبب كيفاش وقع وقالوا لي راه شنو كاين وانتحر، انا ما تصدمتش. قال لك انتحر طلع للدار اقش راسه، هادشي اللي قالوا، حنا ما شفناش المكان، ما عرفتش ما شفناش المكان. المهم هادشي اللي قال كان في السطح، هو فهمتيني كان في السطح في شي بيت في السطح، وقال لك انتحرت منه. وراه تصدمنا راه ملي سمعنا هذا الخبر هذا، حيت حنا عشنا معاه ملي كنا صغار، حنا عارفين هشام اش كيسوى، عارفين وفي شكل وكيتعامل مع الناس، اطيب خلق الله واش فهمتيني، كيوقف مع بنادم في اي حاجه، هو ما عندوش وكيوقف مع الناس. ذاك الوقت اللي غيضيعوا مع الناس راه زايد فيه فهمتيني، وهو كيوقف عادي مولاه ربي، يعني كيعاون الناس ربي راه كيعاونو. حنا كاملين واخا ما عندوش فهمتيني، حنا كاملين كبرنا بحال ما هكا، شي كيعاون شي فهاداك الدرب فهمتيني. هذا هو اللي خلانا حنا دابا ما عرفناش شنو السبب اللي خلاه يدير هكا. ما مريض ما بخير، بالعكس الحمد لله مزيان مع الناس، كيخدم مع الناس بكراج يبيع ويشري معاهم فهمتيني، يعني يجيب سلعة كيبري، ممكن يدي ميردي على راسه بحالنا كيبري يكون. لا ما عنده لا لوكاسيون، هو كان خدام مع الناس صحابو فهمتيني، خدام معاهم كي ماشي ديالو فهمتيني، ماشي ديالو. عنده وليد الله يخليه ليه والله يكبره في طاعة الله. راه هادشي اللي خلانا حنا دابا مصدومين، حنا عارفين بخير فهمتيني، ماشي شي واحد اللي عنده عداوه ولا ما عندوش شي مشكل مع الناس، بالعكس ما معصبش. الا كانت فيه شي حاجه كيجي يقولها لك، درتي معاه شي حاجه يجي يقولها لك، ما كيخليهاش في قلبه فهمتيني، كتبقى وكتولي انت وياه مزيان. يتعصب عليك ولد الناس، يقول يتعصب عليك يدور فيك، والغد ليه يجي يتسامح معاه بخير. مع والدي ميتي الله يرحمه، عنده خوته والدي ميتي ماتوا شحال هذه، البارح سلم عليا ديز موتور، سلم عليا السلام عليكم صافي ومشى عادي كيف العاده، راه في الدرب حنا خوت. والله يرحمه، نطلبوا من الله يرحمه ويغفر ليه ويغفر لينا ولجميع المسلمين. اختي انا ما عرفتش شنو وقع، انا سمعت السيد مات، السيد عزيز علينا، عنده واحد السمعه طيبه في حي هادين، كيخليها لعبد صغير عاد كبير، معاون الدرب كامل، كيوقف في الساره والدراء. سمعته السيد مات، انا في المذاكره عندي البين في المذاكره على عدي الحولي، سمعتها وجيت باش نشوف هذا السيد ونتصنت هذه الاخبار، انا بقى فيا بزاف وبقى في الوالده كتبكي، جات باش تشوفه قالت لي ولدي هذاك السيد ويتيم ومقبول عند الناس، وعدي الوالدي واحد العامل يلاه خرج من السبيطار تفرق عليه مره، راه ما كايناش شي 20 يوم، اما يكون الوجود ديالو هنايا هذاك السيد بحال ولده فهمتيني. هذه كلمه الصح، صديق العائله صديق الدرب كامل هذاك السيد، الاسم ديالو قول لي مامي، مشهور في الدرب كامل، خدام واحد الانسان خدام، عنده القضيه ديال الطوموبيلات، كيكري الطوموبيلات كيدير كيدبر خبيز وداك الشيء، الناس كدار مع خبيز وخبيز وصافي، كيجي بنادم خبز فين ما كتجي شي حاجه كيمشي يجيبها، بنادم كله الشباب كله بحال ما هكا، طلب على طرف الخبز وصافي بالحال. السيد مجوج عنده واحد المراه صالحه وعنده واحد الوليد الله عنده واحد 3 سنين ولا ما عرفت 4 سنين، راه بخير فرحان بيك، يقول يا صاحبي اخويا كل شيء. هذه الشهاده اللي نقول عليه، والله يرحمه في هذا النار، والله يوسع الله يوسع عليه القبور، والله يثبتوا على الشهاده. انا مثلا انا ماشي من المذاكره ما تيقتش، شي كان سيد طبيعي وسيد بخير وعنده واحد الناس كله كتحبو، عيالات كبار عيالات صغار رجاله كبار، يخدم لي مسخري فرماسي يعني يعاونهم بحال السيد تاو، هذا السيد تاو عنده واحد السمعه طيبه في حياتي. انا عندي واحد 30 عام في الطاليان، انا خاوي المغرب انا 30 عام، ولكن مني كنت كدير معاه كنجيب لي دراري وكيدير معاهم، الدري كنلقاه كيعاون، كنشوف فيه الدري كيشاد في سبيل الله وكيبغي الاجر وكيبغي الشهادة لله، هادي اللي نقول لكم انا. اليوم كنتفاجئوا بان واحد الصديق ديالنا كان كيسكن معنا في حي عادل، صديق الدرب وصديق الطفولة واللي كبرنا معاه وقرينا معاه وجنا معاه، تفاجئت اليوم بخبر الاخ ديالي الكبير كيصيفط لي ميساج كيقول لي راه توفى السيد الصباح، وجينا هنا كان المكان ديالو مصدومين ما عارفينش شنو وقع. السيد كان الله يعمرها دار السيد صراحة، هو ماشي ولد حي عادي، هو ساكن هنا، تزوج كان الزوجة ديالو وعندو الابن ديالو الله يخلي ليه، والسيد اش كنعرفو عليه ولد الدرب، يعني قلبو بياض، صديق الدرب كيعاون الناس، كيعرفو الدار ديالنا يعني الكبير والصغير كيعرفوه، كلشي كيعرفوه، محبوب الناس وكيتعامل مع الناس وكيوقف في الخير، هذه شهاده كنقولها. الله يرحمه الله يجد عليه الرحمات، بقى فينا مسكين صراحه، بقى فينا. طريقه انتحر انه طلعت الزوجه ديالو الصباح لقاتو انه انتحر، انا داير قلبه ديالو على الطريقه
هذا ما كان عمرنا طاح لينا في بالي، ديما الابتسامه واخا كيكون بعض المرات طالع لي الدم وهذا كيكون محبوب ديال الناس صراحه. يدبر على طرب الخبز، انا شحال هذه ما شفتو، ولكن الاخبار اللي كانوا كنعرفو انه كيدير هذه اللوكاسيون ديال الطوموبيلات كيكريهم ويسير الحال، وان شاء الله بالرحمه ديالو المغفره خدمنا بزاف بقى فينا الحال، حتى الام ديالي بقى فيها الحال، الاخوان بقى فيهم الحال، كلشي الدراري بقى فيهم الحال صراحه تبان. يعني حي عادي كلشي كيعرفو الناس، ماشي حتى حي عادي، منطقه الحي المحمدي كامله، والله يرحمه ويجدي عليه الرحمه.